النهارده وحلقه جديده من العاب الصالات. النهارده في اول حلقه هنتكلم على كلمه الاحتراف، وكلمه الاحتراف هي كلمه مهمه جدا في الرياضه. الاحتراف في الرياضه يعني التزام. التزام مهم جدا لكل اللاعبين، بمعنى ان اللعيب لازم بيمتهن هذه المهنه. زي ما عندنا مهندس، زي ما عندنا دكتور، زي ما عندنا مدرس، زي ما عندنا دكتور، زي ما عندنا حاجات كتيره. عندنا لاعب محترف، لاعب محترف هو لاعب بيقعد يلعب 10 سنين 15 سنه بس في اطار انضباط والتزام محدد. المده العقود بتاعتهم بتكون محدده المده، وفي نفس الوقت بيكون عنده التزام وارتباط مع النادي او البلد اللي بيلعب فيها، وبمعنى الاصح النادي ده الاهم. اللعيب عشان يطلع يحترف للخارج لازم يكون عنده مؤهلات، اكيد كلنا بنتعلمها في الصغر، بنتعلمها واحنا صغيرين، بالذات اللعيبه الصغيره الكلام ده ليها. عشان تبقى لعيب محترف لازم تبقى لعيب ملتزم ومنضبط فنيا وكمان اخلاقيا، الاثنين مع بعض مش حاجه واحده. الاثنين مع بعض لو مشوا اعتقد يبقى عندنا لعيبه محترفه في كل المجالات في العالم. لكن النهارده لو شفنا داخل او خارج نطاق كره القدم بالمعنى الاصح، وجايز يكون معانا كمان كره القدم، اسعار اللاعبين بسبب عقود الاحتراف اسعار عاليه. اسعار عاليه النهارده كمان وصلنا لمرحله بنعادل بعض الدول في العالم في المقابل المادي، وبالذات بنتكلم على العاب الصالات. العاب الصالات في اوروبا وكل البلاد تقريبا بنقرب للارقام، الارقام قريبه جدا. بدل ما لعيب يطلع يحترف بره، الحاجه الوحيده اللي هيقدر يكتسبها خارجيا هي الحاجه المهاريه، هيزيد تكتيكيا وهيزيد مهاريا بسبب احتكاكه بمدارس اخرى من اللاعبين. لكن داخل مصر الموضوع شويه مختلف. قاعد جوه اسرته، قاعد في وسط عيلته، وقاعد في وسط الجمهور الكبير اللي بيشجعه بيديله كل حاجه الجمهور. في الاخر معنى الاحتراف هو انضباط كامل متكامل بين الاخلاق وبين الناحيه الفنيه. اللعيبه النهارده في مصر عشان تطلع تحترف ما عادش الاحتراف بالنسبه لهم شيء مغري ماديا، هو بالعكس هو انضباط تكتيكي بحت. في اوروبا تاني مره بعيد وبكرر، في اوروبا الارقام قربت جدا للارقام المصريه تماما. جايز البلاد العربيه تختلف شويه، لكن في اوروبا الارقام قريبه قوي بالارقام اللي بياخدوها اللعيبه في الهاندبول والباسكت والطايره، قريبه، مش الجاب ما عادتش كبيره زي زمان. زمان ايامنا كنا بنلعب كان الجاب واسعه جدا، لكن دلوقتي قريبه قوي، الامور بقت قريبه بالنسبه للاعبين. يبقى هم النهارده بيلعبوا في اعلى حاجه احترافيه، الناحيه الانضباطيه اللي احنا عايزين نوصلها لهم، لازم اللعيب الصغير مناش ينضبط تكتيكيا وكمان يلتزم اخلاقيا علشان يقدر في المرحله اللي بعديها نقدر نفرغ لعيبه كتيره لخارج مصر. في السن الصغير اعتقد الاحتراف هيكون بالنسبه لهم حاجه كويسه، يعني لعيب هو عنده 16 17 سنه ويطلع يحترف هتعود علينا كلنا بالنفع، هتعود على النادي الاهلي بنفع، هتعود كمان على المنتخبات المصريه وده الاهم باكبر نفع موجود. نتمنى ان كل لعيبه يبقى عندها انضباط تكتيكي وكمان انضباط اخلاقي علشان يقدروا في المرحله اللي جايه يبقى عندنا كم كبير نفتح المجال او نفتح القاعده، تبقى قاعده كبيره جدا من اللعيبه المحترفين في كل اللعبات، عشان ده في الاخر بيعود على مصر بكل خير. وباذن الله نتمنى لمنتخباتنا كلها اللي قريب جدا بتلعب عشان تتاهل لطوكيو، بنقول لهم شد حيلكم ربنا معاكم، كلنا مستنيين التاهيل لطوكيو لان طوكيو دي اكبر محفل رياضي في العالم وهو الاولمبياد.